ماشي اهو، لو عرفتوا تعملوا ده اعملوه اهو. دفايه او باراجراف مكتوب فيها الباك جراوند بتاعها كذا والكلر بتاعها ابيض وفورمه بالشكل ده، ولو ما عرفتش تجيب الكلام جنب الفورمه مش مشكله، خليه تحت، خليه تحتيه، لان انت ما خدتش ازاي تجيب الكلام جنب ايه؟ جنب بعض. وتقدر تغير الباك جراوند بتاع الديف، تخلي الباك جراوند بتاعها جراي. طب لو حد حاب عرف يحط صوره، اللي ورا دي صوره، فحبيت تخلي تحط صوره ماشي، ما عرفتش خلاص حط اي باك جراوند. طيب ده التاسك الاولاني. التاسك الثاني بقى اللي المفروض اطلبه من الناس، انا عايز ناف بار كده، ناف بار كده اهو. الناف بار ده مكتوب فيه كلمه هوم اللي انا كنت هرسمه على السبوره، بعد الهوم مكتوب فيه اباوت اس، اباوت اس، بعد الاباوت اس مكتوب فيه اللوجن، مكتوب فيه كلمه لوجن هنا، لوجن، مكتوب هنا كلمه ساين اب. حلو، ساين اب. طيب الساين اب اهو اللي هو الريجستريشن جنب بعض، تمام. اول ما ادوس على الهوم يفتح لي الجاليري اللي انت عملتها، مش انت عملت الجاليري، يفتح لي الجاليري اللي انت عملتها هنا كده، اللي انت عملتها قبل كده. اول ما ادوس على ريجستريشن ساين اب يفتح لي الفورمه اللي انتوا عملتوها، اللي هي ريجستريشن انت عملتوها. اول ما ادوس على اللوجن اعمل لي شاشه بقى ايه، ريجستريشن، تفتح مين الفورمه اللوجن اللي هي بقى يوزر نيم وباسورد، حبيت تغير الليبل لونه كلر بتاعه، تدي الوان، تدي اشكال، تدي خلفيه، تدي اللي انت عايز تعمله. ادوس على اباوت اس يبدا يظهر لك فورم اباوت اس، كل اللي موجود فيها عباره عن صوره صغيره كده، صوره تمام، وتحتيها كلام بيوصف الشركه دي زي ايه، زي بالظبط اللي هو ده، زي مثلا بروجكتس كده، بس حاجه بسيطه خالص يعني، مش عايز الوان ولا اشكال والكلام ده كله. زي دي about us، about us عن الجمعيه. بص اهو، صوره وجنبها كلام او تحتها، صوره صغيره وجنبها الكلام ده وتحتها الجمعيه ايه كذا كذا. لو انت بتعمل مشروع عن مثلا شركه كذا، شركه مش عارف ايه العقاري، مش عارف ايه، بتؤدي انشاءات في كذا، اي كلام او اي كلام عن الشركه، لورم ابزم حتى، بحيث ان هو يبقى واخد شكل كذا. والمنيو دي مش عايزها الشكل ده، اي شكل في دماغك يعني، شكل بسيط خالص اللي هو اللينكات حتى اللي انت كنت عاملها. بس ده اتفضل يفتح لي الفورمه اللي انت عملتها، مش تعمل تاسك كان في اللي هو الريجستريشن، اللي هو كان في فيرست نيم لاست نيم، اللي هي الفورمه بتاعت اول مره، كان في فيرست نيم لاست نيم اللوجن. انت تعمل فورمه لوجن بقى، تعمل فورمه كده صغيره فيها يوزر نيم، فيها يوزر نيم وفيها باسورد، دي مش معموله انت اللي هتعملها بقى، ما فيهاش حاجه خالص، يوزر نيم وفيها باسورد وفيها زرار اسمه ايه؟ لوجن، ساين ان. اول ما ادوس يظهر لي ساين ان، ادوس ساين اب يفتح لي الفورمه الثانيه، ادوس اباوت اس، ادوس هوم يفتح لي الجاليري اللي انت عاملها. بلس ان المنيو دي تبقى موجوده في كله، يعني المنيو دي هتعملها مره واحده بس، المنيو دي يا شباب هتعملها مره واحده بس، وتاخدها كوبي تحطها في الساين اب، تاخدها كوبي تحطها في اباوت اس، تاخدها كوبي تحطها في الهوم، بحيث ان انا لما اروح اي صفحه اقدر اروح لايه؟ لاي صفحه. صعب التاسك ده ولا ايه؟ طيب الثاني ده البونص، ده اللي عليه بونص، ده عليه 50 جنيه خلاص، اللي يعمله عليه 50 جنيه، ده اللي يعمله عليه 50 جنيه. هو صعب انا عارف، لان حاجات كتير جدا ما خدناهاش، ولكن حاول فيه خلاص. طيب بلس ذاكر اللي انت خدته وحضر اللي انت هتاخده. طب احضر من ايه؟ مش انت عندك الكورتين بتاع الكورس ده، مش عندك انت هو اللي بيظهر لك حاجات الضن بس كله، ابدا امسك بقى اللي احنا خدناه كذا كذا كذا، وابدا ايه؟ ريفريش.